بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة
إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقنا بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى
قال هذا صراط علي مستقيم بالحق
فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واتقوا الله ولا تخزوا.
أنهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن
يأتيك اليقين.